اعتقل مؤخرا الشاعر والموسيقار اليمني طاهر حسين في مدينة جدة بالسعودية بعد مشوار فني حافل ومتميز في مجال الغناء والشعر والتلحين. هذا الفنان الذي غادر اليمن في صباه وتوفي بعيدا عنه فتح الباب للحديث عن إسهام الفنان اليمني في ازدهار وتنوع الأغنية الخليجية والعربية. من أبو بكر سالم ومحمد عبدو وعبد الرب إدريس وأروى وأحمد فتحي وبلقيس وعلي بن محمد وعبد الإله البعداني وآخرون كثر، أسماء يمنية أضاءت سماء الأغنية الخليجية والعربية ولعبت دورا في تطورها وغناء تراثها الفني والموسيقي. فما هو الدور الذي لعبه الفنانون اليمنيون في خلق ثقافة موسيقية فريدة ومتنوعة في الخليج؟ وكيف أثر الفنان اليمني على الموسيقى الخليجية والعربية؟ وما هي الأهمية الثقافية للموسيقى اليمنية في الخليج؟ وما الذي يجعلها مختلفة عن غيرها من الموسيقى في المنطقة؟ وبالمقابل، هل حافظ الفنانون اليمنيون على تراثهم الثقافي من خلال موسيقاهم؟ أهلا بكم. سوا سوا في الهوى والهم متساوية. الموسيقار والشاعر اليمني طاهر حسين ابن محافظة دمار، صوت يمني عابق بالشجن، غادر بلده صبيا ولم يعد، ليرحل مؤخرا تاركا بصمته الفنية والشعرية ورصيدا يمنيا وعربيا نجح فيه بتصدير الموروث اليمني على المستوى الخليجي. رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع. الفنان طاهر حسين واحد من الأصوات اليمنية المهاجرة التي أسهمت في إثراء الأغنية الخليجية لعقود من الزمن. ولا ريب أن الفنان أبو بكر سالم بالفقيه ابن تريم الغناء وبأسلوبه الفريد كان واحداً من أشهر الفنانين اليمنيين الذين أسهموا في تصدير الأغنية اليمنية بألوانها المختلفة، ترك بصمة قل نظيرها في المشهد الموسيقي الخليجي. وإلى جواره يقف متربعاً على عرش الأغنية الخليجية الفنان محمد عبده ابن تهامة، والذي أثر الساحة السعودية برصيد فني هائل، وغيرهم الكثير من الأسماء اليمنية المهاجرة التي أضاءت سماء الأغنية الخليجية والعربية، كالموسيقار عبد الرب إدريس والفنان أحمد فتحي والفنانة أروى وبلقيس وعلي بن محمد وعلي الثقير وغيرهم الكثير ممن جلبوا أساليبهم الغنائية الفريدة إلى جمهور عربي واسع، ومهدوا الطريق لفنانين كثر اتبعوا خطاهم ووضعوا بصماتهم وخلقوا ثقافة موسيقية يمنية كان لها أثرها على الساحة الغنائية العربية. كان الخليج العربي أرضية جيدة للفنانين اليمنيين بإمكانياته المادية، خصوصاً بعد الطفرة النفطية، غير أن هذه الهجرة جعلت بعضهم أبطالاً مجهولين، إما يمنياً على المستوى المحلي أو بيمنيتهم بعد حصولهم على جنسيات عربية مختلفة. تحديات كثيرة أمام هذه التغربة التي يزيد عمرها عن نصف قرن أدت إلى تلاشي الهوية الفنية اليمنية وخصوصيتها بشكل كبير، بل ونسبها إلى مصادر وبيئات غير موطنها الأصل اليمن، خصوصاً من قبل الأغنية الخليجية التي اتكأت على الرصيد الفني اليمني وأعادت إنتاجها ضمن قوالب غنائية خليجية وبهويات لا تشبه إيقاعها أو لونها وجذورها، رغم إنصاف الكثير من الفنانين الخليجيين والعرب بصدارة الفن اليمني. اليمن أول عدم، أول إبداعات الشكل الغنائي الخليجي، وإلى الآن ما زالت تبدأ من عدن واليمن والحضارمة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي الذين سيكونوا معي في هذه الحلقة. أرحب بالإعلامي والباحث الأغنية اليمنية عبد الله الحرازي. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناة بلقيس وعلى اليمنيين جميعا في الداخل والخارج. أهلا بك. وينضم معنا أيضا عبر سكايب الأستاذ محمد المياحي الكاتب. مساء الخير أستاذ محمد. مساء سعيدا لك وشهر كريم
لكن للشعب اليمني والمشاهدين جميعا. علينا وعليكم إن شاء الله، وسينضم معنا لاحقا الروائي والناقد علي المقري. إذا مشاهدينا الكرام أرحب بكم من جديد، وكل عام وأنتم بخير. وأبدأ من عندك أستاذ عبد الله، ودعنا نضع سؤال عام حول ما الذي تمثله الأغنية اليمنية وبالذات اللحن اليمني للفن الخليجي المعاصر. أولا أشكركم على هذه الحلقة التي تستذكرون فيها الفنان الذي غادرنا للتو الراحل إبراهيم طاهر حسين. طاهر حسين، نعم. وحقيقة هذا الإنسان هو مبدع يمني كبير ومظلوم، غادر اليمن في سن مبكرة واستقر في المملكة العربية السعودية، وهنالك استمر في علاقته مع وطنه بطريقته الإبداعية الخاصة. عرفناه في اليمن في العام 90 من خلال إصداره، ربما الإصدار الوحيد، ألبوم أصدره في العام 90، قام بأداء أغنية هي واحدة من روائع الأغاني التي أداها، وهي أغنية كل علي ولد زايد، التي جمع فيها جميع الأمثال للحكيم اليمني الشعبي علي ولد زايد، وكذلك أغنية أخرى نسجها على منوال بنت منطقته، شاعرة اليمن الأولى غزال المقدشية، صاحبة البيت الشهير سواء سواء يا عباد الله متساوية، ونسج أو استلهم من هذه القصيدة أغنية أخرى أيضا بعنوان سواء سواء. فرحم الله هذا المبدع الذي كان مغمورا رغم أنه قام إبداعية كبيرة، رحمة الله عليه. بالعودة إلى سؤالك، لا يمكن إنكار أن الفن اليمني والألحان اليمنية، وليس لحن يمني واحد، هي شكلت الجذور الأساسية للأغنية والفن الغنائي في عموم الجزيرة العربية، يعني بكل ما توصل إليه الباحثون في هذا الشأن قديما وحديثا، من الأصفهاني في كتاب الأغاني الذي تحدث عن أن الصوت، يعني الصوت الخليجي بما معناه هو اللحن الذي يردده البحارة أثناء صيدهم للؤلؤ، نقله اليمنيون الذين انتقلوا في العصر العباسي تقريبا إلى ضفاف الخليج للعمل في مسألة صيد اللؤلؤ، واستقر هذا النوع الفني كأول ما استقر هنالك في الخليج وعرف به، بينما بقية الأنواع الغنائية التي يصعب حصرها حتى الآن للأسف، وتحتاج إلى جهد بحثي كبير لتفصيلها، و يعني فك الكثير من التشابكات القائمة فيما بينها، تحتاج إلى جهد لتصنيفها وتأصيلها بشكل تاريخي وفني كبير. هنالك أنواع حتى لم تجد طريقها للانتشار، يعني يعرف اليمنيون اللحن الصنعاني واليافعي الألحان الحضرمية وليس لحن واحد، إذن نحن إذا وغيرها واللحجي والتهامي، وما يزال هنالك العديد من الأنواع التي لم تنل حقها في الانتشار. فنحن أمام كنز حضاري فاحش التنوع والثراء، بكل تأكيد استلهم منه الأخوة في الخليج عبر هذه الهجرات، وعبر أيضا انتقال بعض الفنانين الخليجيين إلى عدن، باعتبار أن عدن كانت مركزا إشعاعيا ثقافيا، فيها تم تسجيل أولى أسطوانات أغاني اليمن في الثلاثينيات، ثم بدأت إذاعة عدن انطلقت عام 1954 وبثت هذه الأغاني، فانتشرت في عموم منطقة الخليج، وكان يأتي كثير من الفنانين الخليجيين. على سبيل الذكر، الفنان عبد الله الرويشد أول تسجيل أغاني له كان في عدن، وهكذا كان يفعل العديد من الفنانين. فهذا التلاقح الحضاري هو أمر طبيعي للمنطقة الأقرب وللعمق الجغرافي لليمن في منطقة الخليج، واليمن هو مركز حضاري استمد منه
واستمدوا ايضا من غيره، لا نحصر ان يعني استمد تاثير هندي نعم إذن تأثيرات أخرى بحكم انتقال البحارة وما إلى ذلك، لكن شكلت الأغنية اليمنية الجذر الأساس كما يقول الراحل الكبير الموسيقار السعودي طارق عبد الحكيم، والذي كان رئيسا أو أول رئيس لمجمع الموسيقى العربية، ويؤكد هذا الكلام أيضا الدكتور الباحث خالد القاسمي في كتابه أواصر الغناء بين اليمن والخليج، ايضا توصل الى نعم. ذات النتيجه. واي باحث اذا استاذ عبد الله سنغوص اكثر لنجد ما مدى تاثير هذا التلاقح. دعنا فقط نشرك معنا محمد المياحي. محمد، ونحن نتحدث عن طاهر حسين ووفاه طاهر حسين، تحدث يعني فجاه توفي الرجل، فكتبت منشورات الفنان اليمني الذي ذهب هنا وهناك، وبدا الحديث عن فنان يعني لم يعرفه حقيقة كثير من أبناء الشعب إلا في وفاته. ماذا عن هذا الفنان الذي يهاجر ويقدم شيء فعلا للأغنية ولا يعرفه أبناء بلده؟ فور سماعي خبر وفاة هذا الفنان، أعترف أنني لم أكن أعرف عنه الكثير سوى ذكر عابر، ولم أكن مطلع لا على تفاصيل حياته ولا على إنتاجه الغنائي. هناك جيل كامل لا كاد يعرف شيئا. أولا من الطبيعي أن يهاجر الفنان بفنه أو يهاجر مع فنه، ومن الطبيعي أيضا أن الفن هو بتعريفه هو عابر حتى للحدود، بمعنى لا صحيح. نستطيع أن نأثر أي فن ونربطه بالجغرافيا بشكل دائم. هناك ملامح وصفات وخصائص داخل أي فن، الفن بمختلف تنويعاته، الشعر والرواية والأدب والقصة بالأغاني الألحان، بالفعل هناك يعني بصمة خاصة بكل بلد، ولكن من الطبيعي أن يهاجر هذا الفنان. لكن الأمر بدأ لي حزينا جدا، فنان قدم أعمال كثيرة وبالاشتراك مع رموز فنية كبيرة، محمد عبده، طلال مداح، عبد المجيد عبد الله، يعني رجل بعقليته وصلت أو موهبته الفنية وألحانه إلى هذا المستوى، ومع هذا يظل وجوده وجود محدود. هذا أمر حزين للغاية، يعني كأن اليمن تراها الحية تنزف. ما هي الحياة؟ الحياة تتشكل من هؤلاء الذين يخلقون القيمة والمعنى. كثير كتبون عنه، ليس كثيرا بمعنى عدد رموز من الأشخاص كتبوا عنه عند وفاته، لكن هذا أيضا لا يبدي. كم من فنان في هذه اللحظة حتى بعد موت طاهر حسين ما يزال فنان، أقصد أنا إنسان يخلق المعنى والقيمة. هناك أشخاص ما يزالون موجودين وأيضا لا يعرفهم أحد. نحن لدينا حالة من التبلد، مجتمع وشعب مشتت وتائه، جعل أعظم مصادر الحياة فيه مجهولة. تحضرني هنا بيت شعر لشاعر شاب كان يقول في قصيدة كما لو أنها تغريدة: أنا الغريب ولا أوطان أسكنها، وترتضيني ولا باب لينفتح، ورثت عن والدي من فاه من صغر، ووالدي نحو غيم الله قد نزح. هذا الرجل يعني حتى وأنا أتأمل ملامح وجهه بدأ لي أنه عاش حياة يعني يشعر بالوحشة والغربة. طبعا الفن يستطيع أن يونس الإنسان حتى في غربته، كان يقدر بهذا الفنان أو غيره. عندما يسافرون طبيعي أن يسافرون، سواء كان بلادنا في وضع سيء أو وضع جيد، من الطبيعي أن يسافر الفنان أو أي شخص موهوب. لكن إذا كان شعر أن هناك هتافات ونداءات، هناك من يتواصل به، هناك نعم من يحاول أن يعيده، صحيح يعني ينادونه، كان الامر سيسد شيئا من الثغره التي في روحه. انا هذا الحدث لا يكاد يخطي، مات وهو لا يشعر انه حقق وجوده الكامل، بل ان الموهوب الفنان عندما يشعر انه احيانا ينتاب سؤال: ما الجدوى من هذا كله؟ من الذي يمنح الفنان احساسا وثيقا بان انت تقدم شيئا ثمينا؟ عندما يحتجز الناس حوله، صحيح في الخليج حظي ببعض الرعايه وحظي يعني استطاع ان من وجوده، لكن لا اعتقد انه تمكن من ان يستنفد ذاته ويحقق وجوده الفني. عندما اقرا كتابه عليه كان موهوبا، كان مثقفا من طراز رفيع، رجل كهذا كان ما زال يدخر. نعم اذا سعود ولكننا شعب نعم الصوت يقطع محمد، سعود اليك.
نعم الآن عادت الصورة بشكل واضح. أعود إليك أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، يعني هناك من يقول إن الفن اليمني واللحن اليمني تحول إلى رافد غير مرئي للفن الخليجي، ما رأيك؟ كما قلت لك في إجابتي السابقة أنه المسألة أصبحت للأسف محصورة بين الباحثين وبين الدارسين وبين المهتمين بالشأن الموسيقي وبين المختصين، لكن في عموم الجمهور الجمهور يعرف الفنان الذي أمامه الآن، وكما تحدث الأخ محمد المياحي أنه ها نحن نفقد هذا الأسبوع هذا الرمز، وكم رموز أخرى عاشت وماتت مطمورة ومغمورة نتيجة لعدم توفر الإمكانات الذاتية وعدم توفر المحاضن المنصفة لهؤلاء. وأيضا ربما الأمر يتعلق بطبيعة أن لدينا فئة من الفنانين الذين لم يكن الفن في حد ذاته مصدرا لرزقهم، كانوا اضطرتهم ظروف الحياة للاغتراب ومارسوا على ضفاف هذه المغتربات مواهبهم وشغفهم الفني، مثل كثير من الأصوات المهاجرة. وهنا خلط في البداية بين الفنان طاهر حسين وبين الفنان إبراهيم طاهر، أيضا صاحب الأنشودة التي يعرفها كل يمني وربما لا يعرف اسمه، سجل أنا يمني اللي هو إبراهيم طاهر. آخرين أيضا في المغتربات مثل الفنان عبد الإله البعداني. لدينا فئة هي فئة مغتربة في الأساس لظروف الاغتراب التي يعيشها وعايشها واضطر إليها ملايين اليمنيين، لكن مارسوا أدائهم وإبداعهم الفني على ضفاف هذه المغتربات وحققوا وجود، وهي فئة جديرة بالدراسة وجديرة بالاحتفاء إلى جانب الاحتفاء بمن اشتغلوا بالغناء والفن بشكل أساسي كأبو بكر سالم عبد الرب إدريس. وأول هؤلاء دائما أو كان صاحب راية السبق هو الفنان يحيى عمر اليافعي الذي انتقل وعاش في الهند. وهكذا عندما نتتبع حياة اليمنيين، طيب يعني في السابق أستاذ عبد الله كان يقال بأن الأغنية اليمنية لا تصل بسبب صعوبة اللهجة، ويضطر الفنان حتى يصل لجمهور أكبر أن يغير في اللهجة ويتغنى بأغنية خليجية أو بلهجة خليجية. ظهرت أغاني كسرت هذه النمطية أو هذه لا يضطر اليمني إلى تغيير لهجته ليقدم فنه، بالعكس هذه كل الأغاني الخليجية التي تفرعت اليوم وتطورت بسبب الإمكانات والإيقاعات كلها كما يقول. لا أنا لا أعني الفن القديم أستاذ عبد الله، الآن الجيل الجديد من الفنانين حتى يشتهر يغني أغنية خليجية. هو حتى يشتهر لابد أن يداعب جمهوره هنا أو هناك أو يداعب هذا الراعي أو هذه الشركة أو تلك، ولا وهذا أمر ليس لا ينفرد به فقط الفنانون اليمنيون، يعني كبار الفنانين العرب أيضا يخضعون لهذه الشروط لأنها شروط المركز وشروط الممول، وهذا أمر طبيعي. يعني الأخوة في الخليج لديهم الإمكانيات ويريدون أن يسمعوا أو يستمعوا إلى أشعارهم مغناة بأصوات هذا الفنان أو ذاك، يعني جميع الفنانين العرب من سميرة سعيد إلى أصالة إلى 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 يعني كل الفنانين، لا يكاد يوجد فنان عربي لم يؤدي أغنية خليجية، وهذا أمر اعتيادي يعني. نعم. ولا 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 ينقص من 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 وطنية أحد أو أنه لا، لكن كما قلت هي شروط السوق وشروط من 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 يقوم بالإنتاج الآن مركز الإنتاج. علينا الاعتراف أن مركز الإنتاج في العالم العربي كله أصبح الآن في الخليج، فالمسألة تعدت مسألة الثنائية اليمنية أو الخليجية. نحن نعتقد أننا الأقرب للخليج والخليج هو الأقرب إلينا، وكما قلت في لقاءات سابقة لا مانع لدينا من أن يؤدوا الأغاني اليمنية يعني الفن كما يعرف الجميع وكما سبقني الأخ محمد بقوله هو عالميا نزعة ووطني ووطنه الوحيد هو قلوب متلقيه ومحبيه، لكن إذا ما أدي يعني ما أخذنا الوحيد كيمنيين، إذا ما أديت أغنية أو لحن أو كلمات يمنية يجب الإشارة إلى أنها تراث يمني وليس مجرد تراث مجتزأ ما دون ذلك، ف
الأمر في سعة، فليؤدوا وليغنوا وليطوروا. وبالتأكيد هنالك بعض الفنانين المحترمين قاموا بأداء أغاني يمنية وألحان يمنية وبشكل احترافي، وخدموا هذه الأعمال التي قدموها. ولكن انتقلت أغاني معينة، لا. ما أريد أن أقول في هذا الخصوص أن هنالك نوعية من الأغاني لخفتها تمكنت من الانتقال وتجاوز الجغرافيا اليمنية، مثل الأغاني التي عرفت خليجيا بالعدنيات، وهي الأغاني الألحان اليافعية واللحجية، نتيجة أن الجملة الموسيقية سهلة وراقصة، فانتقلت إلى وسهلة الأداء أيضا، فانتقلت بسهولة، استطاع أن يؤديها الفنانون الخليجيون على مختلف مشاربهم، من الفئات الشعبية إلى المحترفون، نعم. بعكس بعض الألحان الأخرى، والتي كما يذكر الأستاذ الفنان والمؤرخ إذن الفني الكبير الراحل محمد مرشد ناجي، أنه هنالك تقصير عربي في الاطلاع على مثلا الأغنية الصنعانية واللحن الصنعاني، فله إيقاع موسيقي ثقيل لم تعتد عليه الأداءات الموسيقية، لم تعتد عليه الفرق الموسيقية، لهذا كانوا يقول الأستاذ المرشدي أنه كنا نواجه بعتب من كثير من الموسيقيين العرب، لماذا لم تعلمونا هذه المشارب وهذه الجمل الموسيقية الخاصة اليمنية الخاصة، لا. إذن التي أستاذ عبد الله، تختلف بنوعية وميزاتها عن بقية الأنواع من الأغاني العربية السائدة أو التخت الشرقي عموما يعني. نعم، إذن اسمح لي ضيفي العزيزين أن ينضم معنا عبر الهاتف الروائي والناقد علي المقري. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ علي. تحياتي لك وللأصدقاء. أهلا بك. إذن موعد لم ينجز كان بينك وبين الفنان والملحن الكبير طاهر حسين رحمة الله عليه، نعزيك ونعزي أنفسنا بهذا الرحيل، ما الذي يمكن قوله في هذه الحلقة أستاذ علي؟ شكرا لكم، يعني هذه لفتة طيبة لفنان قدير والفنان طاهر حسين الذي له مكانة متميزة في نشر الأغنية اليمنية وتعليمها، وأقول تعليمها لأن ما قدمه طاهر حسين لا يقتصر على الأعمال المتميزة التي أنجزها شعرا ولحنا أو في إيصال الأغنية اليمنية التي تنبع من تاريخ ثقافي عريق، وإنما في تعليم أسرارها الفنية، أسرار إيقاعاتها الجمالية لكثير من الفنانين الكبار في العالم العربي وبالذات في المملكة العربية السعودية التي عاش فيها أكثر من 60 عاما. في وقت مبكر في الحقيقة من ثمانينيات القرن الماضي تعرفت على تجربة طاهر حسين عبر شرائط أعماله المحدودة في التداول، والتي يقدم فيها أغاني يمنية قديمة من خلال الشاعر اليمني، تعرفت عليه من خلال الشاعر اليمني الراحل محمد عبد الإله العصار الذي كان يعمل محررا ثقافيا في جريدة الرياض، والشاعر السعودي الكبير محمد جبر الحربي الذي لليمن مكانته الخاصة لديه، اليمن الفن طبعا، اليمن الفن والثقافة والجمال، وهي المكانة نفسها التي لوحظت مع رفيقته الشاعرة خديجة العمري ومجموعة من أدباء ومثقفي المملكة. كان هؤلاء هم سند طاهر حسين، طاهر الذي كان يفرح بكل موهبة فنية جديدة فيقوم بدعمها تعليما ورعاية. ما قام به طاهر هو امتداد للأواصر الفنية، وكما سبق وقالها الأصدقاء في الاستوديو عندي، يعني هذه الأواصر بين اليمن والخليج عامة، والتي تعود إلى ما قبل يحيى عمر قال، غادي إبراهيم الماس، ثم مع أبو بكر سالم بالفقيه وعبد الرب إدريس وأحمد فتحي والأصوات الأخرى التي غردت بأجمل ما أنتجه النبع اليمني، نقول النبع، مثل طلال مداح، محمد عبده، عبد المجيد عبد الله،
ولا ننسى منابع هذه الأغاني المتعددة من الدار الحضرمي إلى الغناء الصنعاني إلى تجارب وأعمال محمد سعد عبد الله، محمد بن شدناقي، أحمد بن أحمد قاسم، نعم، محمد الحارثي، أيوب طارش، وبقية أساتذة الفن اليمني. اسم طاهر حسين يبرز مع هؤلاء لوجهته الفنية التي نذر لها عمره، وجهة الفن اليماني الجميل المتجدد، وهو بهذا الانحياز بانحيازه هذا إلى فن له تقاليده الثقافية العريقة، لم يبالي كما يلحظ من سيرة حياته بأي مكاسب مؤقتة أو عابرة، فأبتعد عن ضجيج الشهرة وما يمكن أن نسميه بالفقاعات الإعلامية. نعم أستاذ، أستاذ علي، يعني ما يلفت حقيقة، يعني الرجل رحل عن اليمن وهو في العاشرة من عمره، ولكنه آثر أن يركز أيضا على التراث في بأغاني، يعني أنت ذكرتها في منشورك، يعني هو الذي يعني كتب ولحن يقول علي ولد زايد، ومن كان أبوه يقهر الناس كان القضاء من عياله، سوا سوا في الهوى والهم سوا، يعني حاول أن ينشر هذه الأغاني التي يعني تعد مرتبطة ارتباط وثيق بالتراث اليمني. كيف يمكن، نعم، أن نفهم هذه العلاقة؟ هو بقي نعم، هو بقي طول عمره يحمل الهوية اليمنية، ليس في جوازه اليمني فقط، وإنما أيضا بأعماقه الدائمة. فهو كما أشرتي أنت، كانت أغاني مثلا مثل أغاني يقول علي ولد زايد أو سوا سوا، كانت تعبر عن روح المكان اليمني، المكان أيضا الذي كان في القرب منه، وهو مكان قرب مكان ولادته لزمار. أيضا في الوقت نفسه كان أيضا لديه إبداعاته الخاصة كلمة ولحنا، كما في أغنية أهلا بمن زالت ولا هم شيء التي غناها عبد المجيد عبد الله. وفي الحقيقة كان هو عادة حتى حين يلحن لقصائد الآخرين كان عادة يضيف بعض الكلمات، يشدد بعض الكلمات، حتى أظهر بعض الكلمات أو الأبيات الشعرية لأدائه لمجموعة من الأغاني اليمنية. بصفته كان مثقفا كبيرا طبعا، ويكتب الشعر وينجز الكثير من الألحان. هو شخصية متفردة ومتميزة، حتى أن أحد الكتاب في السعودية وهو حامد بن عقيل كتب عنه رواية يعني اسمها الرواقي، وهي يعني يتحدث عن جوانب من حياته منذ أن هاجر من اليمن. وهو وكما قلت يعني هو بقي يمانيا يعني في هجرته في تغربه. نعم، إذن رغم هذا الانتماء أستاذ علي، نعم، رغم هذا الانتماء وهذا التصدير للتراث والهم ويعني حمل الهوية اليمنية معه في ألحانه وفي ما قدمه، لكن يعني هناك قطاع واسع للأسف لم يعرف هذا الفنان إلا أو لم يسمع باسمه إلا حين وفاته. إلى ماذا تعزو ذلك؟ أنا أرجع ذلك إلى مواقف طاهر حسين الملتزمة. طاهر حسين لم يكن يتقبل أو يقبل أن يتحول إلى فقاعة إعلامية أو أن يخضع لمقتضيات السوق الاستهلاكية الذي تستدعي الشهرة والضجيج الإعلامي وما شابه ذلك. هو ظل دائما له رأيه له رأيه وله رأيه الثقافي وله في كل مراحل حياته، ولهذا
يعني انقطع تعاملي مع بعض الفنانين بسبب هذه المواقف التي طبعا بالتأكيد معظمها كانت غير معلنة، ولهذا لم يتح له او لم تتح له الكثير من الفرص لتقديم منجزه او للتعامل معه. فكان من فكان بمحبته للفن وللابداع وللمبدعين الجدد كان يسعى هو نفسه يسعى اليهم ليقدمهم ويقدم لهم الحاله ويعلمهم ايضا الكثير من الجوانب الفنيه كالايقاعات والمذاهب الموسيقيه الى اخره. وهذا ما قلت لي ملاحظ بشكل يعني كبير، بحيث كان يعني انجازه في مرحله السبعينيات والثمانينيات كان غزيرا، ثم بعدها اقل لانه لم تتح له هذه هذه الفرص. وهو كان ايضا يكتب في المجال الفني، له مقالات صحفيه عرف بها في صحافه في المملكه. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ علي المقري الروائي والناقد، كنت معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة، ونقول لك كل عام وأنت بخير، رمضان كريم. عودة إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، برأيك هل الفنانون اليمنيون من الجيل الجديد رسل حقيقيون لنشر الأغنية اليمنية، عوضا عن انتظار الفنان الخليجي لنسمعها منه أو لتنتشر الأغنية اليمنية عن طريقه؟ في الواقع أنا مع أن أي فن هو ذلك الفيض الذي يتمدد، وكل من ينتمي إليه، كل من يجد إحساسا في أغنية له الحق في أن الحق المعنوي في البداية مبدئيا لكل إنسان يمنيا كان أو غير يمني. أغنية يمنية أشبه بقصيدة، أنا أقرأ قصيدة للشاعر من أمريكا اللاتينية أستملكها. إذا سواء الفنانين اليمنيين الصاعدين عليهم دورا في نشر الفن، أو لأي فنان ينتمي إليه يعني يشعر أن هذا الفن يمثله، فقط مع أن يلتزم بالشرط الذي ذكره. نعم، أن يذكر المصدر الأخ الحرازي. نعم فقط، لا ليس علينا أن نتشدد كثيرا في مسألة أن الفن اليمني يتعرض للسلقة والألحان، أنا أرى أن هذا أمر يناقض الموقف الفني. لا اسمح لي أستاذ محمد، يعني الفكرة فين؟ يعني أحيانا تأتي أغنية شاعرها معروف جدا وملحنها معروف جدا وتنسب إلى تراث خليجي، هذا أمر مستفز، يعني لماذا لا ينسب العمل لصاحبه؟ أنت محمد، أوضح لك الصورة. نعم لحظة، أنت شاعر يا محمد، يعني تخيل أن تكتب قصيدة ويأتي سين من الناس ليغنيها ويقول هي تراث خليجي حتى لا ينسبها للبلد الذي خرجت من هذه القصيدة، هل الأمر بالنسبة لك عادي؟ للأمانة إذا أردت موقفي الشخصي من ناحية فلسفية، يصلني عشرات المرات لأشخاص أخذوا نصوصا أو مقالات، لا أجد دافعا للدفاع عن هذه الأشياء. بمعنى أنا أفهمك جيدا، يعني قانونيا وحقوقيا أخلاقيا من النزاهة واللياقة أن أي شخص يفهم ما هو الفن ولديه إحساس أصيل بالفن، أعتقد أي شخص يثمن الفن لا يمكن أن ينسب أي أغنية أو قصيدة إلى صاحبها. ولكن فقط ما الذي أردت أن أقوله، دائما عندما نناقش مسألة الأغنية اليمنية وعلاقتها بالأغنية الخليجية دائما نناقشها من هذه الزاوية، وكأننا شعب يعني يخاف على ميراثه. لا نخاف في الناحية الفنية، لا نخاف. المهم ماذا؟ المهم والمحزن، المهم أننا نرعى هذا الفن الذي نملكه، والمحزن أننا بلاد مشتتة وتائهة، وبالتالي ميراثها الفني ميراث أحيانا لا نعرفه. كما قال الأخ الحرازي، بالفعل نحتاج جهودا مضنية ودقيقة لتتبع ألحان. سأقول لك شيئا، أحيانا قد يسرقك شخصا ذكيا، يسرق لحنا أو أغنية، يسرق معنى دون أن تعرف. الأمور الفنية غير ممكنة الضبط قانونيا، الأمر يعود إلى الالتزام الذاتي. وأنا أعتقد أي شخص لديه إحساس عالي بالكلمة، لديه تقدير للحن، لا يمكن إلا أن يستفيد
مصادر الحياه وينشرها، اما اننا نظل دائما مركزين على هذه الزاويه كاننا شعب وانا اقول لك انه يعيش الثقل احيانا، هو لا في الحقيقه تشديدا على هذا الجانب انهم يسرقون الحاننا يعكس مدى بؤسنا احيانا ومدى اننا لا يحترموننا بالفعل. يعني انت ترى انه لا داعي للتباكي على ما حدث؟ نعم دعني أنقل فكرتك محمد. نعم دعني أنقل فكرتك للأستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، ما رأيك برأي أو يعني فلسفة محمد المياحي لهذه الفكرة؟ يعني هي فلسفة لها وجاهتها، لكن يمكن تفهم ذلك على المستوى الشخصي، يمكن لمحمد أن يتنازل عن ما يبدعه وأن يسعد برؤية فكرته حية على حساب قائلها أو مبتكرها أو مبدعها، له الحق المطلق في ذلك. لكننا نتحدث عن إرث وطني، وبالتالي صعب أن نتنازل أو أن تمر المسألة مرور الكرام. نحن نتعرض للداخل إلى عملية طمس للهوية، هذه الحساسية العالية التي يبديها اليمنيون الآن هي نوع من المقاومة لمحاولة طمس هوية تتعرض للإبادة الثقافية في الداخل مما نعرفه، مما تقوم به الميليشيات التابعة لهذه الجهة أو تلك، وعملية الهبة التي تبدأ بالأغنية وتنتهي بالسيادة الوطنية والأرض وإلى آخره. يقول ابن خلدون أن صناعة الغناء هي آخر ما ينتجه العمران، بمعنى أنها حبة الكرز على تلك الكعكة التي تنتجها حضارة ما، وبالتالي المسألة تتدرج بهذا المستوى. من يفرط بالموروث؟ يعني هنالك دول تنفق مليارات، حرفيا مليارات، لصناعة التاريخ وادعاء تاريخ، وبينما انا مع التسامح لكن ليس مع التفريط بمكتسب ابدعه هذا الشعب العظيم بهذا الثراء وبهذا التنوع وبهذا التميز الذي شهد له الجميع. لكن بموازاة محاولة حماية أو التعريف بأصول هذه الأعمال الفنية والألحان والأغاني والموروث الشفهي بشكل عام، يجب علينا أن نعمل على التعريف ما بقي منه وتقديمه إلى العالم بصورة رائعة كما يفعل الشباب اليوم. ودعيني أتطرق إلى سؤالك حول الشباب. أنا أجد أن ما يقومون به أمرا إعجازيا في ظل حالة الحرب وحالة الإبادة التي يتعرض لها الشعب اليمني معنويا وماديا في ظل هذه الطفرة، من خلال تجديد الأغاني القديمة أو ما يقدمونه من جديد؟ من خلال تجديد القديم ومن خلال استلهام أعمال جديدة مبتكرة وتستلهم من الموروث اليمني. رأينا حفلات أوبرالية كما قدمها الأخ محمد الكحوم، رأينا أعمال فردية انتشرت وتناقلها الفنانون وتناقلها كذلك عموم الناس عبر مواقع السوشيال ميديا التي تنتشر فيها هذه المقاطع. هذا كله نوع من المقاومة ونوع من خدمة هذا الموروث. نأمل فقط ألا يتم التركيز وألا تتغلب على الموضوع عقلية القطيع. بمعنى على سبيل المثال، لا يوجد فنان شاب من تعز إلا وكان يردد الملالة، وكأنه لا يوجد في تعز إلا الملالة. هنالك موروث شعبي زراعي وموروث شفاهي كبير يمكن التناول له والتطرق، بمعنى أن لا يستسهلوا بالترديد ما تم أو تكرار ما وجد. نعم، وتكراره وتحويل الأمر إلى فقط مسألة ترند. يعني أنا مع أن يبتكر كل مبدع ترند الخاص به، أن نرى أغاني جديدة وأن نرى تجديد للأغاني، ما يقوم به الفنان عبد الرحمن السماوي من تجديد مثلا لأغاني ولموروث مثل التسابيح التي انبهرت حتى أنا بها، وأنا من بين ملايين من أبناء صنعاء نشأنا على الاستماع إليها. صحيح. كل ليلة كل جمعة وفي كل رمضان على سبيل المثال، لكنها قدمت بصوت نقي خلاب صراحة، بصوت نقي حتى لأول مرة نفهم الكلمات، لأن نستمع للكلمات، كذلك إعادة إحيائه لكثير من الأمور، وهذا أمر مطلوب من قبل جميع الفنانين، وإضافة إلى تقديم أعمال أخرى خاصة بهم تعرف بهم.
ورأينا كذلك يعني أعمال جديدة. أنا بصراحة أشعر بالرضا إلى مستوى كبير نظرا لما يمر به اليمن واليمنيون في هذه الفترة. نعم، دعني أنقل هذه النقطة، ما يمر به اليمن، لأسأل محمد الذي يعيش حقيقة في ظل الحرب، كيف أثرت الحرب أو كيف شكلت ضغط حقيقي لإخراج كل هذا الإبداع، ليس فقط على مستوى يعني ونحن حلقتنا اليوم تتحدث عن الفن حصرا، ولكن على مستويات عديدة أبدع اليمنيون وتميزوا في كثير من المجالات، ما الذي صنعته الحرب بهم؟ في الواقع هي الحرب ليست ظرفا جيدا للإبداع، ولكن بالنظر لمفهوم الإبداع، الإبداع هو حالة خارقة للزمان والمكان، كاسرة لكل الظروف. صحيح أن الحرب باعتقادي استنزفت مواهب كثيرة، ولكن أيضا الحرب، الفنان الحقيقي، الرجل المبدع الحقيقي في الكتابة، في الشعر، في الرواية، في اللحن، في الغناء، هو شخص يستطيع أن يجد في أي ظرف قدرة على أن يقاوم. الأمر يعود إلى قدراته الذاتية أولا، ليس إلى الموهبة فقط، الموهبة إضافة إلى مزاياه الشخصية، قدراته على المقاومة. الفن قدرة على إشعال النيران في كل شيء. مثلا قد يكون وضع الاستقرار حافز للفن، وقد يكون الحرب حافز للفن. الفن لا ينطلق من استقرار أو من حرب أو من كذا، لا ينطلق، ينطلق من منطقة خارج الظرف في الغالب. الظروف هي إما تحمي حالة الإبداع، أو أنها أحيانا، أقصد أنا الظرف إذا كان جيدا يحمي الإبداع وينميه ويدفع به إلى مستويات نهائية، أو أنه يعطله. لكن في الواقع يقولون كلمة أخيرة، قدرا من المعاناة أحيانا، قدرا من التوتر مع الواقع قد ينتج فنا، ولكن إذا بلغت المعاناة درجة من أنها تسحق الإنسان، هي تسحق الموهبة أيضا، بل أن هذه الظرف 8 سنوات خلقت تجربة هائلة، ثراء في التجربة، ولكن قلة في تمثيل التجربة، تمثيلها فنيا، تمثيلها روائيا، شعريا. لدينا فائض من التجارب، فائض من المعاناة، فائض من الآلام. الـ8 سنوات كانت حدثا هائلا انفجرت في المنطقة واليمن معها، ولكن هل هذا الفائض من التجارب والقصص والآلام تحولت إلى حالة، إلى إبداع؟ يعني نحن عشنا تجربة الحرب، لكننا إلى الآن لم نوثق المعنى تماما على كل المستويات، وهذا ما يجب الركز عليه مستقبلا. نعم، إذن أستاذ عبد الله، يعني هذا هو دور الشباب وتحدثنا عنه رغم كل الصعاب التي تواجههم، ما هو الدور الذي ينبغي علينا حتى لا نترحم على فنان لا نعلم عنه شيء؟ يعني هؤلاء الجنود المجهولون لكثير من دعامات الفن الخليجي أو اليمني، ما الذي ينبغي إعلاميا ونشاطا شبابيا أن يقوموا به حتى نستذكر هؤلاء قبل وفاتهم؟ يعني طرحت سؤال يحمل نصف الإجابة أو كل الإجابة في الحقيقة. التنقيب عن هؤلاء وعن سواهم ممن غادروا دنيانا، والتعريف بهم ومحاولة إعادة إحياء إرثهم الفني والإضاءة عليه وتقديمه للجمهور مرة أخرى بين الحين والآخر، هذه مهمة كل مثقف وكل شخص، وأمانة في عنق كل شخص استطاع أو علقت في ذاكرته ذكرى هؤلاء. وهنالك عدد كبير من الفنانين بمجرد والمبدعين في عدة مجالات أيضا، بمجرد يعني جلسة عصف ذهني بسيطة لأبناء جيل الـ80s والـ70s على سبيل المثال، يمكن أن نخرج بقائمة كبيرة يعاد الاعتبار لهؤلاء كتابة عنهم، بدلا من أن نظل في حالة الاستراعات الجوفاء على مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن لمنشور واحد بمقال أن يعيد لهؤلاء بعض الإنصاف إن كانوا أحياء، فنأمل أن تتكرم الجهات التي والتي لم تعد إلا جهات خاصة بالالتفات إلى هؤلاء، وسائل الإعلام معنية كذلك، وسائل الإعلام اليمنية والتي تعاني أيضا من نقص المحتوى، عليها الالتفات إلى هذا الأمر، تقديم أعمال بسيطة كما أو تقارير أو حلقات نقاشية كما تفضلتم في هذه الليلة في ذكرى الراحل طاهر حسين. يعني هذا أمر مطلوب من الجميع، وأعتقد أنه أمانة تستحق أو يجب علينا إيصالها للأجيال القادمة، وتستحق الأجيال جيل الآباء من هؤلاء المبدعين أن يتم الالتفات إليهم وإلى إبداعهم، ولا يزال هنالك في الوقت متسع، ولدينا الآن
الكثير من الوسائل، يعني فيما مضى كان مسألة الكتابة عبر صحيفة أو تأليف كتاب أمر متعذر، اليوم وسائل التواصل الاجتماعي يمكن توجيهها إلى هذا الأمر، و يعني الأمر ما منوط فقط بالرغبة بالقيام بذلك. ولو بدأ واحد تري البقية أيضا يتبعون صحيح. بتقديم محتوى جيد وهادف و يعني واجب أيضا، وليس فقط يعني من باب يعني الكتابة العبثية. إذن شكرا لكما ضيفي العزيزين في هذه الليلة المباركة، كل عام وأنتما بخير. شكرا لك أستاذ عبد الله الحرازي الباحث في الأغنية اليمنية والإعلامي، والشكر لك أيضا الكاتب محمد المياحي، كنتما معنا عبر سكايب، وهو لكم كذلك مشاهدينا الكرام في ختام المساء اليمني في شهر شعبان. نلتقيكم بعد شهر رمضان الكريم بإذنه تعالى، إلى ذلك الحين كونوا برعاية الله وأمنه، وأتمنى لكم رمضانا كريما بإذنه تعالى.